انتخابات مجلس المستشارين. لابد من التذكير ببعض المعطيات ولكن بعجالة. فيما يخص انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، هناك الهيئة الأولى هيئة ممثلي المجالس الجهوية كما ترون في الشاشة، وجهة الدار البيضاء سطات عدد المقاعد المخصصة لها المقعدين، عدد الناخبين 64، وعدد لوائح ترشيح 3. بالنسبة لهيئة ممثلة المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم في جهتنا جهة الدار البيضاء سطات، عدد المقاعد المخصصة 6 مقاعد، عدد الناخبين الناخبات 3538، وعدد لوائح ترشيح 8. هيئات ممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات، وللتذكير فهذه الدائرة الانتخابية تشمل جهة دار البيضاء سطات، وكذلك تشمل كذلك جهة الرباط سهل القنيطرة وجهة بني ملال وليفرق، لأن هذه فيها 3 جهات. عدد المقاعد المخصصة لهم مقعدين، عدد الناخبين 313، وعدد لوائح ترشيح 5. هيئات ممثلي غرف الصناعة التقليدية وتخص جهة الدار البيضاء سطات مع جهة بني ملال وليفرة، عدد المقاعد المخصص لها لهما المقعد 1، وعدد الترشيحات 2. هيئات ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين والأكثر التمثيلية، وتضم بالإضافة إلى جهة دار البيضاء سطات جهة بني ملال وليفرة، جهة مراكش أسفي، وجهة فرع تفيلت. عدد المقاعد المخصصة 4، عدد الناخبين 275، وعدد لوائح ترشيح 4. ملاحظات حول الهيئات غير التابعة للدائرة الانتخابية للتذكير فقط. هيئة ممثلي الغرف الفلاحية عدد المقاعد المخصص لها مقعدين، ومقر الدائرة الانتخابية التابعة لولاية جهة بني ملال خنيفرة. الزملاء ديالنا جهة بني ملال خنيفرة سيعلنون عن نتائج هذه الليلة. وكذلك فيما يخص ممثلي غرف الصيد البحري، وتضم عدد من الجهات، والمقر ديالها هي جهة طنجة. الزملاء ديالنا في طنجة سيعلنون كذلك على نتائج الانتخابات. فيما يخص المأجورين، هيئة ممثلي المأجورين، فعدد العدد المقاعد المخصص لهم 20 مقعد على الصعيد الوطني، ينتخبون على المستوى الوطني، وستعلن النتائج الخاصة بهم على مستوى اللجنة الوطنية في الرباط. بالنسبة للنتائج المؤقتة في اللحظة الحالية المتعلقة بهذه الانتخابات فهي كما يلي: فيما يخص هيئة ممثلي المجالس الجهوية، عدد المسجلين 64، عدد المصوتين 61، إذا بنسبة 95.31% كنسبة المشاركة. لائحة محمد زكريا بن كيران حصل على 20 صوت نسبة 33.90%، عدد المقاعد المخصص المحصل عليها مقعد. لائحة هشام رامي حصل على 12 صوت من حيث الأصالة المعاصرة، 12 صوت نسبة الأصوات 20%، لم يحصل على أي مقعد. اللائحة الموالية لائحة السيد فؤاد القديري حزب الاستقلال حصل على 27 صوت بنسبة 45.76%، وحصل على
مقعدي واحد. اللائحة الأولى بأستاذ محمد زكريا بن كيران، أذكر أنه ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للحرب مركز الشرقي. فيما يخص هيئة ممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والتقاليد، عدد المسجلين 3538 مسجل، عدد المصوتين 3406، نسبة المشاركة 96.26%. لائحة الأستاذ عبد المولى ودبان حزب جبهة القوى الديمقراطية حصل على 30 صوت بنسبة 0.9%. لائحة عزيز مهدب حركة الشعبية حصل على 294 صوت، أي بنسبة 8.82%. عدد المقاعد المحصل عليها مقعد واحد، وبالنسبة للائحة الأولى لم يحصل على أي مقعد. اللائحة الموالية لائحة عثمان أخضر بنيان حزب الاستقلال حصل على 676 صوت بنسبة 20.29%، وحصل على لائحة سيد بوشعيب عمار حزب الأصالة والمعاصرة حصل على 610 أصوات بنسبة 18.31%، حصل على مقعد. لائحة سيد أحمد زكريا حسن من حزب الاتحاد الدستوري حصل على 128 صوت، أي بنسبة 3.84%، ولم يحصل على أي مقعد. لائحة السيد عابد بادل من حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 811 صوت، أي بنسبة 24.34%، وحصلت لائحته على مقعدين، أي مقعد السيد عابد بادل والمقعد الثاني للسيدة هند الغزالي. لائحة السيد مصطفى الدحلاني حزب العدالة والتنمية حصل على 613 صوت، أي بنسبة 18.40%، وحصل على مقعدين واحد. لائحة السيد مصطفى مليح حزب التقدم والاشتراكية حصل على 169 صوت، أي بنسبة 5.07%، ولم يحصل على أي مقعد. بالنسبة لهيئة ممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات، عدد المسجلين 313 صوت، عدد المصوتين 311، أي نسبة التصويت وصلت إلى 99.36%. لائحة السيد عبد الإله حيدر من حزب الاتحاد اشتراك القوات الشعبية حصل على 95 صوت بنسبة 31.14%، وحصل على مقعدين واحد. لائحة السيد مصطفى أبو الفراج حزب الاستقلال حصل على 32 صوت بنسبة 10.49%، ولم يحصل على أي مقعد. لائحة السيد سعيد زهير الاتحاد الدستوري حصل على 52 صوت، أي بنسبة 17.04%، ولم يحصل على أي مقعد. عبد الرحيم الكميلي، لائحة السيد عبد الرحيم الكميلي من حزب الأصالة والمعاصرة حصل على 43 صوت، أي بنسبة 14.09%، ولم يحصل على أي مقعد. لائحة السيد كمال أيتميك حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 83 صوت، أي بنسبة 29%، وحصل على مقعدين واحد. بالنسبة لهيئة ممثلي غرف الصناعة التقليدية، عدد المسجلين 108، عدد المصوتين 103، أي بنسبة 95.37%. لائحة السيدة جليلة مرسلي من التجمع الوطني للأحرار حصلت على 97 صوت، أي بنسبة 94.17%، وحصلت على مقعد. لائحة السيد محمد ريحان بدون انتماء سياسي حصل على 5 أصوات، أي بنسبة 4.85%، ولم يحصل على أي مقعد.
هيئات ممثلي المنظمات المهنية للمشاركين الأكثر تمثيلية، عدد مسجلين 275، عدد مصوتين 260، أي نسبة المشاركة 94.54%. لائحة السيد يوسف محي حصل على 41 صوت، هي لائحة مقدمة من الاتحاد العام لمقاولة المغرب جهة مراكش الأسفي، حصل على 41 صوت أي بنسبة 15.95%، ولم يحصل على أي مقعد. لائحة السيد إله حفظي وهي لائحة مستقلة بدون تزكية حزبية، بدون تزكية لمنظمة من المستقلين، حصل على 106 أصوات أي بنسبة 41.24%، وحصلت لائحته على مقعدين، أي مقعد للسيد أمين الحفظي والمقعد الثاني للسيدة نائلة التازي.